لكم بارك الله فيكم أن تحدثونا عن أثر أو أضرار البدعة على الفرد والمجتمع. نعم، من أضرار يعني البدعة على الأفراد والجماعات أن فيها خروج عن الكتاب والسنة، واتهام للسنة بالقصور أو اتهام للشريعة بالقصور، وأيضا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ، كما قال مالك: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، أو من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خالد رسالة. أنا رسالة يعني أنه ما بلغ شيئا يحتاج الناس إليه، ما بلغ الناس شيئا هم بحاجة إليه، بل الله عز وجل لم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله تعالى له الدين وأتم به النعمة وأتم عليه النعمة وبلغ الناس كل ما يحتاجون إليه، كما جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفين هذه الشريعة بتمامها وكمالها. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وكذلك الصحابي الذي قال له أحد أهل الكتاب: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأننا إذا ذهبنا لقضاء الحاجة لا نستنجي برجيع ولا عضب، وأن نستنجي بثلاث أحجار، وبين يعني شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت شريعة الله عز وجل أتت على كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، لم يعني تترك ما يحتاج الناس إليه فيه، فكيف تترك الناس في باب الأصول وفي باب العقيدة بغير إيضاح وبيان؟ لا شك أن الشريعة في غاية الكمال وفي غاية التمام. ثم أيضا من آثار البدع أن الناس يتعبدون الله بشيء لا يحصلون من ورائه ثمرة، لأن العمل مردود والعمل لاغية، والعمل لاغية، عمله يعتبر يعني تضييع للوقت غير فائدة بل في مضرة، كما عرفنا أن الإنسان الذي يأتي بالبدعة لا يكون الأمر مقصورا على أنه قد ألغي عمله وبطل عمله، بل أيضا حصل إثما بالإضافة إلى كونه لم يحصل فائدة قبل أن حصل مضرة. وكل هذه من الآثار التي تترتب على البدعة. ثم أيضا من الآثار يعني هجران السنن والغفل عن السنن، لأن من الناس الآن من يحرص على البدع ويتهاون بالسنن، من يحرص على البدع ويعنى بالبدع ويغفل عن السنن،